لما نيجي نشوف هنا نلاقي حاجات هو معلومات جايبها، المعلومات اللي جايبها دي ليها اصل اصلا، فعشان تفهمها هجيبها لك من اصلها وبعد كده هتلاقي المعلومه اللي هنا انت حافظها عشان نقدر نفهم الجزئيات دي. يعني جزئيه زي كده انا مش هقدر اديها لك على طول خبط لازق، لازم نعرف اصلها جه منين. فالورق اللي معاك هو الورق اللي انا هشرح منه دلوقتي. اكلمك عن الووتر، الميه. معروف من زمان ان الميه H2O بتتكون من 2 اتومز اوف هيدروجين 1 اتوم اوف اكسجين. افكرك بحاجه، الهيدروجين كان الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 1. كان بيتوزع في انرجي ليفل 1 اللي هو 1 اللي هو K. الاكسجين كان الاتوميك نمبر بتاعه 8، كان بيتوزع في 2 انرجي ليفل 2 6. فبالتالي افتكر بقى انا في اعدادي كانت كل دراستي ايه؟ ان انا اخلي الاوتر موست انرجي ليفل ساتوريتد ويز 8 الكترون، كنت لازم اخلي اخر انرجي ليفل يبقى فيه 8 الكترونات طبعا ما عدا الهيدروجين، عشان الهيدروجين في الكي فبيكون ساتوريتد ب 2 الكترون فقط، هنا محتاجه 2. فده اللي بيخليني لازم اعرف البوند جوه الميه. بيقول لك هنا ذا بوند بتوين او اند اتش از ا سنجل كوفالنت بوند. لازم افهم يعني ايه سنجل كوفالنت بوند. في اعدادي كنا بندرس نوعين من البوند، نوع اسمه ايونيك ونوع اسمه كوفالنت. حلو قوي. الايونيك ده مستر كان بيجي عن طريق اللوز او جين الكترون، يا اما كان بيعمل لوز يا كان بيعمل جين، فقد واكتساب. وسنجل معنى كده كان عندي سنجل دبل تريبل. ايه سنجل وايه دبل وايه تريبل؟ حضرتك الكوفالنت بوند دي بتيجي عن طريق شير الكترون، ولا لوز ولا جين. لوز وجين كانت بين الميتال والنون ميتال، لكن الكوفالنت بوند دايما بتكون بين اتنين نون ميتال نون ميتال. بس نكمل هنا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك بين الاول اتش تساهميه احاديه. وي كان سي ذات ووتر كونتين تو سنجل كوفالنت بوند، عندها اتنين. واحد يقول لي ليه اتنين؟ مش الاو مرتبطه هنا باتش ومرتبطه هنا باتش؟ يبقى دي اسمها سنجل كوفالنت بوند ودي اسمها سنجل كوفالنت بوند، يبقى عندها اتنين سنجل كوفالنت بوند، عندها رابطتين تساهميتين. عامله ازاي رابطه تساهميه؟ قلنا بتيجي عن طريق شير، عن طريق شير. طيب لو ناخد الاكسجين كمثال اللي هو 8، الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه 2 6، والاكسجين الثاني برضه هيكون 8 لان لازم يكون الاثنين نون ميتال زي ما قلنا، صح؟ دي محتاجه كام الكترون عشان توصل للساتوريتد ل 8؟ 2. دي محتاجه كام؟ 2. فالاثنين هيعملوا مع بعض شراكه. يعني ايه شراكه؟ يعني لو جيت رسمتها كده، ادي النيوكليس النواه، عندك اتنين انرجي ليفل، رسمت الكي في الكترونين، بس هرسم لك ال بلون تاني اللي هو فيه 6 الكترون، ادي كده 6 الكترونات موجوده، صح؟ كذلك الامر الناحيه الثانيه، يبقى انا كده رسمت الاكسجين الاولى زائد الاكسجين الثانيه. انا بفهمك يعني كوفالنت بوند عشان تبقى فاهم اصل الميه. حضرتك السته دول محتاجين 2 الكترون عشان يبقوا 8، والسته دول محتاجين 2 الكترون علشان يبقى 8، والاثنين نون ميتال فبالتالي ما بيحصل لهمش لوز ولا بيحصل لهم جين، هيعملوا مع بعضهم شير. شير يعني ايه؟ انت محتاج 2 وانت محتاج 2، كل واحد يدفع 2، فبالتالي الشكل هيطلع كده، النواه الاولى زي ما هي والنواه الثانيه زي ما هي، الكي هنا زي ما هو والكي هنا زي ما هو، لان انا مش دعوه بالكي، انا الساتوريتد عندي بيكون في ال. هرسم اول الانرجي ليفل الاولاني والانرجي ليفل ال بتاع الذره الثانيه. لما دي تدفع 2 من السته هتحطها هنا في الانترسكشن ده، هيتبقى كام بره؟ انا دفعت 2، هيتبقى كام؟ 4. 1 2 3 4. طب الخامس والسادس دفعتهم في الانترسكشن هنا في الكوفالنت بوند. كذلك الامر، دي هتدفع الاثنين دول هنحطها هنا، هيتبقى 4. 1 2 3 4. يبقى معنى كده ان في حصاله هنا، في شراكه، الانترسكشن دوت فيه 4 الكترونات. طب الانترسكشن ده بتاع مين؟ بتاع الذره دي ولا بتاع الذره دي؟ بتاع الاثنين. طالما ده بتاع الاثنين يبقى معنى كده اللي جوه الانترسكشن ده تبع دي وتبع دي. طب تعالى نخفي دي كده، 4 جوه و4 بره يبقى فيه كام؟ 4 جوه و4 بره يبقى فيه، بحيث الاربعه دول هيلفوا مع دي يروح يلفوا مع دي، هيلفوا مع دي ويروح يلفوا مع دي. يبقى كده انا حوطت نفسي ب 8 الكترونات وهنا حوطت نفسها ب 8 الكترونات عن طريق شيرنج. بعملها ازاي؟ بعملها ادي كده، كده دبل بوند. يبقى هنا دفع الكترون الثاني، هنا دفع الكترون الثاني، دي بنسميها سنجل ولا دبل؟ دبل. السنجل يعني كل واحد هيشارك بواحده بالكترون، الدبل يعني اتش 1 شير وذ 2 الكترون، التريبل اتش 1 شير وذ 3 الكترون، ذرتين برضو، دي هتدفع الكترون ودي هتدفع الكترون، بس دي السنجل. دي الدبل دفعوا الكترونين، التريبل 3. افكرك بيها، عندك الاتش 2 سنجل كنا بنعملها اتش بوند اتش، الاو 2 دبل كنت بتعملها او دبل بوند او، الان 2 اللي هو النيتروجين كان تريبل كنا بنعمل ان تريبل بوند ان. ليه؟ هو النيتروجين كان ازاي يا مستر؟ مش النيتروجين كان 7 2 5، والنيتروجين الثانيه برضه 7 2 5، دي محتاجه 3 ودي محتاجه 3. طب ما تعالى نرسمها كده كروكي مع بعضينا. بص ماشيه ازاي، انا هرسم الايه الاوتر موست
انرجي ليفل. هنا حواليها خمسة دفعت تلاتة، واحد اتنين تلاتة، اتبقى كامل الخمسة واحد اتنين هم. التانية هتدفع تلاتة، واحد اتنين تلاتة، هتبقى كام عندها من الخمسة؟ اتنين. عد بقى الناحية التانية، ستة جوه واتنين بره، يبقى ستة جوه واتنين بره، يبقى دي اسمها شير. ليه بقول لك الجزئية دي؟ عشان لما اجي اسألك المية اللي هي ال H2O بينها بين الأكسجين والهيدروجين نوع الرابطة ايه؟ سنجل كوفيلنت بوند. يبقى لما اسألك نوع الرابطة بين عناصر المية، لأن ده عنصر وده عنصر، يبقى هنا البوند دي بتوين ايه؟ بتوين إيليمنتس، بين عناصر المية، بين الأكسجين بين الهيدروجين. حوالين الأكسجين كم إلكترون؟ ستة، صح؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، أدي الخامس أدي السادس، أدي الإلكترون الوحيد بتاع الهيدروجين، أدي الإلكترون الوحيد بتاع الهيدروجين. يبقى معنى كده إن الإلكترونين دول تبع مين؟ الهيدروجين وتبع الأكسجين وتبع الهيدروجين. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى كده الأكسجين ساتيوريتد. الهيدروجين المفروض عندها إنرجي ليفل واحد اللي هو كي، واحد اتنين ساتيوريتد، واحد اتنين ساتيوريتد، يبقى أنت كده عملت إيه؟ عملت سنجل كوفيلنت بوند. بس كم واحدة؟ اتنين، ما اسمهاش دبل، اسمها تو سنجل كوفيلنت بوند، اسمها تو سنجل كوفيلنت بوند. يبقى ده أول حاجة عندي، دي أول حاجة لازم أعرفها، إن أنا عندي نوع من الروابط بين عناصر المية، العناصر المكونة للماء. إيه هي الإليمنت اللي بتكون المية؟ الأكسجين والهيدروجين. في بينهم رابطة يا مستر؟ آه. الرابطة دي أيونيك؟ لا. كوفيلنت؟ آه. نوع الكوفيلنت إيه؟ سنجل. واي؟ بيكوز اتش أتوم شير 1 إلكترون، شير 1 إلكترون. يبقى أنت عندك دي سنجل ودي سنجل، كم واحدة سنجل؟ اتنين. واحد يقول لي خلاص أنا كده فهمت الجزئية دي. هل في رابط تانية؟ آه طبعًا، ده في أهم رابطة. طبعًا معروف إن ده اسمه موليكيول، جزيء، لان اصلا جزيئات الماده في حاله ترابط، سواء الصلبه او السائله او الغازيه. وخدنا زمان في اعدادي ان الترابط ده بيكون سترونج في حاله السوليد، ويك في حاله الليكويد، فيري ويك في حاله الجاز. يبقى انا لما اجي ابص على الرابطه بين الجزيء ده والجزيء ده، بتنشا بينهم رابطه جديده، بعملها بالرمز ده عشان تبقى مختلفه. ستريت لاين ستريت لاين ستريت لاين ستريت لاين، يبقى دول الايه؟ الكوفيلنت بون. دول كوفيلنت 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 كوفيلنت. اما الرابطه بقى بين الجزيء ذات نفسه، الرابطه الجديده دي اسمها ايه؟ اسمها هيدروجين بوند، رابطه هيدروجينيه. وهي دي الرابطه اللي مسؤوله عن معظم الخواص بتاعت الميه. الميه بتغلي عند 100، بتفريز عند 0. الميه عندها ability to dissolve a lot of substance، عندها قدره ان هي تدوب مواد كتيره جدا، برضو بسبب الهيدروجين بوند. تعال نشوف الهيدروجين بوند دي حصلت ازاي. زي ما قلت لك ان البوند بين الاو والاتش ايه؟ تساهميه احاديه. وعندنا كم واحده؟ تو سنجل كوفيلنت بوند، لان الاكسجين هنا عامل رابطتين، رابطه مع الهيدروجين هنا ورابطه مع الهيدروجين هنا. يبقى انا اهم حاجه عندي ان انا عندي تو سنجل كوفيلنت بوند بتوين ووتر اليمنت، اهم حاجه عناصر الميه وليس جزيء الميه والجزيء الاخر. احنا بنتكلم في عناصر اللي جوه. نبص على الرسمه دي كده للتوضيح. انت هنا سنجل بوند سنجل بوند، سنجل كوفيلنت سنجل كوفيلنت، لكن بين جزيء الميه ده وجزيء الميه ده انت عندك رابطه جديده اسمها الرابطه الهيدروجينيه. يبقى الرابطه الهيدروجينيه دي بتجمع بين جزيئات الميه. اهو الجزئيه دي قايله خارج المنهج، بس عشان تفهمها بشرح لك بالتفصيل عشان تبقى كل حاجه واضحه قصادك. ايه هي الهيدروجين بوند؟ عشان تيجي لقصه الهيدروجين بوند لازم اولا تبص لي على الشكل ده. الشكل ده اسمه الكترونيجاتيفيتي، درسته في ثانيه اعدادي، السلبيه الكهربائيه، عشان افهم الهيدروجين بوند. هو حاطط لك الهيدروجين بوند في الكتاب كده وخلاص، انا عايز افهمها بقى. بيشرح لك الشكل ده، عندك الاتوم دي والاتوم دي، مكتوب تحتيها هاير الكترونيجاتيفيتي، وهنا مكتوب تحتيها لور الكترونيجاتيفيتي، والاثنين مشتركين مع بعض بالالكترونين. مين القوي اللي هيشد الالكترونين دول ناحيته؟ الهاي. بالبلدي كده اسمها سالبيه كهربائيه. يعني مين الذره اللي عندها القدره ان هي تشد الجزء السالب؟ مين الجزء السالب؟ الالكترون. ما انا بعمل بوند، انا بعمل بوند. هل دي بتيجي في الايونيك بوند؟ لا. ده هنا بيقول لك ايه؟ It is the ability of an atom to attract the electron of the bond toward itself. الكترونات الرابطة. يبقى هنا لازم يا مستر يكون الرابطة اللي عندي نوعها ايه؟ كوفيلنت بوند، رابطة تساهمية، رابطة ايه؟ تساهمية. يعني معنى كده ان الالكترونات ديت اللي لسه من شوية قايل لك مرة تبع الاكسجين ومرة تبع الهيدروجين، بس معظم الوقت هي تبع الاكسجين، تبع الذرة القوية. بالظبط كده زي ما انا وانت مثلا ايه داخلين في اشتركت انا وانت وجبت عربية، وفتح العربية اكون مع مين؟ والله انا دافع يا مستر زي ما انت دافع بالظبط. يبقى انت عندك يوم وانا يوم، انت يوم وانا يوم. بس لو انا دافع اكتر في العربية اللي احنا شاركنا فيها دي وانت دافع قليل، باشا المفتاح معايا، لما تعوزه ابدهولك. صح. السالبية معناها ايه؟ ذرتين، مين يقدر يشد الالكترونات؟ مين يقدر يشد؟ طب هي ازاي دي ضعيفة ودي قوية؟ اقول لك انا درستوها برضو في تانية اعدادي بس افكرك بيها.
السالبيه الكهربائيه بتعتمد على السايز، سايز اوف اتوم. لو انت عندك الذره بتاعتك كبيره ادي النيوكليس اهي، وذره ثانيه صغيره، مين اللي بيشد اصلا الالكترونات يا جدعان؟ النيوكليس الموجبه بتعمل اتراكشن فورس للالكترون النيجاتيف، صح؟ يبقى انا بالتالي لو انا عندي النواه، بص المسافه كبيره هنا مسافه صغيره، لو انا عندي الكترون هنا وعندي الكترون هنا، مين يقدر يشد الالكترون اسرع؟ تقدرش، ذره كبيره كبيره كبيره. انت لو عندك حقل، انت واحد يا عم فعاش في الفلاحين وعندك حقل، الحقل بتاعك ده كبير جدا، ولقيت الكترون ماشي بره الحقل بتاعك وانت في نص الحقل، هتجري تجيبه؟ انا ذره كبيره انا مش قادر اجري. لكن لو انت الحقل بتاعك صغير وانت واقف في نص الحقل في الكترون جنب السور، هتمد ايدك تجيبه. يبقى دي اسمها السالبيه الكهربائيه، الكترو نيجاتيفيتي. الكترو نيجاتيفيتي قدره الذره انها تجذب الكترونات الرابطه، قدره الذره ان هي تعمل اتراكت للالكترونات بتاعه الرابطه. او مرتبطه باتش، هنا دي دفع الكترون ودي دفع الكترون في السنجل كوفالنت بوند، مين اللي هيشد الالكترونين دول ناحيته؟ الاكسجين معظم الوقت. طب والهيدروجين؟ انا بقى نديلها شويه الالكترونات تلف عندها شويه وترجع لنا تاني. يبقى دي اسمها السالبيه الكهربائيه، بتعتمد على صغر الذره، كل ما الذره كانت صغيره كل ما تقدر تشد اي الكترونات حواليها في الرابطه، كل ما الذره كانت صغيره كل ما تقدر تشد حواليها. انا بقى هسهل لك الموضوع، اجي اقول لك يا باشا اكتر الناس عندها سالبيه في الجدول الدوري نيتروجين اكسجين فلورين. النيتروجين 7 اكسجين 8 فلورين 9، مين اقوى واحده؟ فلورين. يعني معنى كده يا مستر انت عايز تقول لي ان الفلورين صغيره؟ اه الفلورين صغيره عشان كده هي اقوى واحده. تعال النيتروجين مش 2 7 هي 7 سوري ف 2 5 دي النيتروجين. الاكسجين مش 8 2 6 الفلورين مش 9 2 7. مستر ازاي الفلورين صغيره ودي 2 انرجي ليفل و2 انرجي ليفل و2 انرجي ليفل؟ انت لما يكون عندك عماره فيها دورين والعماره دي فيها دورين والعماره دي فيها دورين، في واحده تكون اطول من الثانيه؟ ده في العماير. في الكيمستري لا، في الكيمستري انا هعكسها لك. في هنا ايه؟ نيوكليس، وفي هنا وفي هنا نواه. انا كنواه بشد 5 الكترونات، عايزك تركز على المساحه بتاعت ايدي وصدري دي، عايز تركز على المساحه دي. لما انا اشد الكترون عادي، لما اشد 2 هبقى بقوه شويه، شد 3 4 بشد 5 الكترونات، ده لازم ايه؟ بص ايدي، بص المسافه قلت ازاي، عشان لازم اشد، لازم يبقى عندي قوه اتراكشن فورس، لازم يبقى عندي قوه عشان اشد الالكترونات. تمام، لما اجي اشد 6 لما اجي اشد 7 يبقى انا هنا الذره صغرت نتيجه زياده الاتراكشن فورس بين النيوكليوس والاوتر موست الكترون. انت لو بتلعب شد الحبل مع طالب هتمسكه بايدك واحده، طب الطالب ده جاب واحد زميله تبدا تحرص، صح؟ بقوا 3 هتبدا تظبط دنيتك عشان تشدهم، 4 5 انت ليه ما بتعمل كده؟ ليه بتقرب؟ عشان قوتك بتزيد لما بتقرب، انت لازم تزود قوه الشد. فهمتها كده؟ ممكن ادي لك مثال تاني؟ دي مرتبه واقف عليها 5 اشخاص، المرتبه هتنزل ولا مش هتنزل؟ طب لو واقف عليها 6 اشخاص هتنزل اكتر، طب لو واقف عليها 7 اشخاص هتنزل اكتر. يبقى كلما زاد عدد الالكترونات اللي في الاخر الذره حجمها يقل، الذره حجمها، فبالتالي الفلورين ذره صغيره، ذره صغيره تقدر تشد الكترونات. كل ده بره المنهج بس لازم تبقى فاهمه. يبقى انا عايزك تفهم يعني ايه سالبيه، يعني ability of atom to attract electron of the bond. وقلت لك اكتر 3 حاجات عندهم الكترونيجاتيفيتي، النيتروجين والاكسجين والفلورين. يعني معنى كده ان الاكسجين لما يقابل الهيدروجين مين اعلى؟ الاكسجين مستر اعلى الكترونيجاتيفيتي، يعني هتشد الالكترونات. يعني معنى كده الالكترون ده والالكترون ده عند الاكسجين هيقضوا معظم الوقت عند، ما هي عندها سالبيه مش دي عندها نواه تقدر تشد الالكترونات. من هنا جت كلمه ان السالبيه الكهربائيه بتاعه الاكسجين اعلى من السالبيه الكهربائيه بتاعه الهيدروجين. طب هو انا ليه بقول لك السالبيه الكهربائيه؟ عشان نخش في الهيدروجين بوند. ليه سموها هيدروجين بوند؟ عشان اكيد فيها هيدروجين يا مستر. تعالى بقى بص، يبقى كده فهمنا قصه السالبيه، فهمت قصه السالبيه الكهربائيه. انا الجزء ده جايبه من كتاب تانية ثانوي، مصوره لكم كده من تانية ثانوي عشان افهمك الالكترونيجاتيفيتي. هنا بقى بزود لك حته، بيقول لك ايه؟ ركز معايا في الحته دي عشان تبقى انت فاهم الميه عامله كده ليه. بيقول لك انت الاتوم اللي عندها هاير الكترونيجاتيف اتوم او الاتوم اللي عندها اعلى سلبيه كهربائيه بحط لها فوقيها الرمز ده اهو. الرمز ده عباره عن ايه؟
partially negative. يعني ايه؟ هفهمها لك. لكن اللي عندها اقل سلبية كهربائية بحط لها partially positive. ايه partially negative وايه partially positive؟ عايزك تعرف كل حاجة في رسمة المية. تعال اهي هنا مين الاعلى سلبية كهربائية؟ الاكسجين. عشان كده قال لك هحط على الاكسجين ايه؟ partially negative. الهيدروجين والهيدروجين اقل سلبيه كهربائيه فبحط عليها بارشلي بوزيتيف. عارف معناها ايه بالبلدي؟ انت كاكسجين لما سحبت الالكترونين دول ناحيتك ايه اللي زاد عندك؟ الاشارات السالب، التشارج السالب اللي عندها النيجاتيف، لان انت خدت الكترونات زياده عندك، فمعنى كده ان السالب عندك زاد. الهيدروجين يا مستر، الهيدروجين الالكترونين دول مش هيكونوا عندها قوي، فمعنى كده ان الهيدروجين معناها بالبلدي كان حصل لها ايه؟ كان هي ما حصلهاش بالظبط. هو انا لما اخد منك مفتاح العربيه اللي احنا مشتركين فيها تبات عندي 6 ايام ومعاك يوم، فالناس تقول لك ايه ده، هو انت العربيه مش بتاعتك؟ لا بتاعتك، بس كانك حصل لوز. يبقى انا بحط هنا عند الهيدروجين بارشلي بوزيتيف علشان الالكترونات دي هناك ناحيه مين؟ الاكسجين. طالما هناك ناحيه الاكسجين دي تفضل فاضيه؟ لا مش فاضيه، هنحط لها اشاره موجبه. ما احنا لما فاكر لما كنت بتفقد الكترون كنت بتتحول لبوزيتيف ايون صح، ولما كنت بتعمل جين الكترون كنت بتتحول لنيجاتيف ايون. هنا كذلك الامر بس مش بالظبط، هنا كان الالكترونات راحت للاكسجين فدي حرام معهاش الكترونات. طب هي عندها ايه؟ ما عندهاش، يبقى كانها حصل، كان حصل لوز كان، فعشان كده بديها اشاره موجبه. هنا لا، ده انت خدت الالكترونات والزياده فاحط لك بارشلي يعني جزئيا زياده سالب، ودي جزئيا الموجب زياده اهو. انا كان معايا الكترون، الالكترون دوت قربته مني فالنيجاتيف تشارج زادت عندي فحط فوقيه بارشلي بوزيتيف نيجاتيف. لكن لما الالكترون ده يبعد عني يا حرام كاني فقدته، كاني يبقى كاسمها بارشلي بوزيتيف. عشان كده لما اشوف اي رسمه اهو اكس مرتبط بواي مرتبط بواي، وجي عند الاكس دي قال لك بارشلي نيجاتيف ودي بارشلي بوزيتيف، مين اعلى الكترون نيجاتيفيتي؟ اعلى سلبيه كهربائيه البارشلي نيجاتيف. مين اللي اقل سلبيه كهربائيه؟ عشان اسمها سلبيه جايه من نيجاتيف، اسمها الكترو نيجاتيفيتي. يبقى لو النيجاتيف عندك زاد يبقى انت راجل بارشلي نيجاتيف، لو النيجاتيف قل من عندك اديك بارشلي بوزيتيف. هي دي الجزئيه اللي موجوده في كتاب المدرسه اهي، جزئيه البارشلي نيجاتيف والبارشلي بوزيتيف. هتعرفها منين؟ لازم اشرح لك كل ده. الزاويه، هنيجي للزاويه. فهمنا الجزئيه دي يا شباب؟ لازم المركبات تبقى تساهميه، ما لازم يبقى في بيني وبينك بوند. هل البوند دي لوز وجين؟ لا، البوند دي لازم يبقى شير، حاجه بيني وبينك. شدتها عندك بارشلي نيجاتيف، بعدت عني بارشلي بوزيتيف. انت راجل شدتها عندك يبقى انت هاير الكترو نيجاتيفيتي، انت واحد بعدت عندك يبقى لور الكترو نيجاتيفيتي. وكاتب لك هنا في ان هنا على فكره، وين اتوم از سمول ان سايز ات بيكام هاي الكترو نيجاتيف. وعرفنا ليه الحاجه لما تكون صغيره بيبقى عندها هاي الكترو نيجاتيفيتي. ادي الجزء الاولاني اهو، ادي الجزء الثاني، ادي الجزء الثالث. الشرطه اللي عاملها لك دي الستريت لاين سنجل كوفالنت بوند، الزجزاج ديت او المشرشره او الكيرف ديت دي اللي بميزها بالهيدروجين بوند، وسموها هيدروجين بوند علشان الهيدروجين اتوم بتكون موجوده بين اتنين اكسجين. طب ايه المشكله بين اتنين اكسجين؟ ركز معايا، فلورين والاكسجين والنيتروجين اعلى الكترو نيجاتيف، دي اعلى الكترو ايه؟ هل في حاجه تاني؟ لا، الحاجات التانية اقل، بس هم دول اكتر ناس بتشد. فمعنى كده يا فندم لو انا جبت لك الهيدروجين هنا او وهنا او، مين اللي هيشدها؟ واحد يقول لي ما هو السؤال البسيط اهو، لو الهيدروجين وقعت بين ذرتين سيميلر تو اتش اذر، ذرتين شبه بعض، ذرتين شبه والاثنين عندهم هاي الكترو نيجاتيفيتي، عندهم سلبيه كهربائيه عاليه، مين هيشد مين؟ ساعتها بقى الاكسجين دي شد الهيدروجين والاكسجين دي شد الهيدروجين، فانا مشدود من هنا ومشدود من هنا، فتكون ايه؟ لو انا دي شدتني اكتر خلاص هروح لدي. طب ليه دي شدتني اكتر هروح لدي؟ بس هما الاثنين قد بعض في الشد في الالكترو نيجاتيفيتي، ما هي دي زي دي. فبيحصل هنا ان الهيدروجين تتحول كانها كوبري، كانها ايه؟ كوبري، بتوصل بين الاكسجين اللي هنا وبين الاكسجين اللي هنا. واحد يقول لي ثواني ثواني ثواني، مش الاكسجين اللي هنا دي هي اصلا جزء ميه والاكسجين اللي هنا اصلا جزء ميه؟ يبقى معنى كده ان الهيدروجين بوند عملت كوبري بين الجزء ده والجزء ده، بين المولكيول دي والمولكيولز دي. ازاي؟ تخيل بقى الشكل عشان اوريك فيديو على الكلام ده. بص يا باشا، او اتش هنا اهي، اتش هنا اهي، قدامك تاني جزء جنبيه جزء ميه او، وادي اتش هنا وادي اتش هنا. انا شرطي الاساسي ايه؟
عشان تتكون هيدروجين بوند. شرط بسيط ان الهيدروجين بوند بتكون نتيجه ان الهيدروجين موجوده بين ذرتين سيميلر والاثنين عندهم هاي الكترونيجاتيفيتي. طب ما انت هنا معنى كده ايه؟ بص مش انا كنت راسمها لك كده من شويه، كنت كاتب لك جنبيها رسمه للتوضيح، ولكن مش دي الصح. الصح كده، واعملها لك كمان بلون تاني مختلف اهو. هي دي الهيدروجين بوند. يبقى الهيدروجين دي وقع بين اكسجين هنا واكسجين هنا. هي كان في الاخر عندها 6، الاكسجين اوعى تنسى ان هو 2 6، دفع 2، واحده للهيدروجين دي واحده للهيدروجين دي، اتبقى كام عنده؟ 4. الاربعه دول بنسميهم ايه عندنا؟ فري الكترونز، الكترونات حره. ده كنت بحط فيه ايه؟ بارشلي بوزيتيف، وده بحط فيه ايه؟ طب ده ايه؟ زيه نيجاتيف، عايز يشد البوزيتيف، نيجاتيف عايز يشد البوزيتيف، ايه اللي يحصل؟ كوبري. عشان كده بيسموها هيدروجين بريدج او هيدروجين بوند. الرابطه الهيدروجينيه اتسمت هيدروجينيه ليه؟ عشان هو الهيدروجين اللي بيربط بين جزيئات الميه اهو. ده جزيء وده جزيء. الجزئين هيرتبطوا ببعض ازاي؟ عن طريق الهيدروجين بوند. لكن اللي جوه ده اسمه ايه يا شباب؟ تو سنجل كوفالنت بوند. بص لها كده بالراحه وهوريك دلوقتي فيديو لذيذ ليها. اهي الهيدروجين بوند دي بقى هي اللي مسؤوله ان الميه تغلي عند 100. ليه؟ قبل ما تتكسر. واحد يقول لي هو اللي بيكسر السنجل ولا الهيدروجين؟ تعالى الايس H2O اس سوليد، الووتر H2O ليكويد، الووتر فيبر H2O في او جاز. ايه ده؟ يعني كل الرموز H2O. يبقى انا لما بسخن الايس يتحول الى ووتر، واسخن الووتر يتحول الى فيبر، يبقى انا ما بكسرش السنجل كوفالنت بوند اللي جوه، صح؟ لان هي طلعت H2O H2O H2O. اما ايه اللي بيتكسر؟ اللي ماسك الميه ببعضيها. الهيدروجين بوند دي اللي ماسكه جزيئات الميه، لما تتكسر يبعدوا عن بعض، يتحول من ايس لووتر. ولما تسخن الميه اكتر لدرجه الغليان دي كلها بتتلاشى، فيطلع لك ده بخار كل جزء لوحده. قبل ما افرجك على الفيديو بقول لك ان الهيدروجين بوند بتيجي مع او ان اف. انت مش مطالب بالكلام ده في المنهج، انا مطالب بالاكسجين. هاي الكترونيجاتيفيتي، هاي الكترونيجاتيفيتي، هاي الكترونيجاتيفيتي. يبقى ما ينفعش الهيدروجين بوند يا جماعه تبقى واقعه هنا بين اكسجين وهنا مثلا كلور. اكيد الاكسجين هيشدها، انا اقوى منك. لازم، عشان كده ايه ده؟ يعني هي مش موجوده في كل المواد؟ لا يا باشا، موجوده في بعض الماتيريال وبعض السبستانس بس. يبقى الهيدروجين بوند مش موجوده في كل حاجه. لازم الهيدروجين بوند يبقى عندك اكسجين هنا اكسجين هنا، نيتروجين هنا نيتروجين هنا، فلورين هنا فلورين هنا، بتكون كوبري، بتكون كوبري. لان معلش لو انا جبت لك مثلا هنا سي ال، طب ما الاكسجين اقوى فيشد الهيدروجين ناحيته اهو. النيجاتيف بيشد البوزيتيف والنيجاتيف بيشد البوزيتيف، بس محدش قادر يفوز، فالهيدروجين بتتنط تبقى عامله ايه؟ كوبري. فبيسموها الهيدروجين بوند او الهيدروجين بريدج. تعالى معايا، هيدروجين بتوين تو اوكسجين اتوم، سو ات كولد الهيدروجين بريدج او الهيدروجين بوند. بص بقى الشرح التفصيلي، كل ذره او بتجذب الهيدروجين ناحيتها، دي هتجذب الهيدروجين ودي هتجذب الهيدروجين، مفيش حد هيقدر يفوز. فبالتالي الجزء ده كده اهو بين الاكسجين دي، بين الاكسجين دي والهيدروجين دي، وبين الاكسجين والهيدروجين دي اللي اسمها هيدروجين بوند، بتربط الجزء ده بالجزء ده. عرفنا يعني ايه بارشلي بوزيتيف بارشلي نيجاتيف؟ لما بيقول لي البويلنج بوينت بتاعت الووتر 100، ليه البويلنج بوينت بتاعت الووتر 100؟ ده ديو تو بريزنس اوف هيدروجين بوند، بسبب وجود الهيدروجين بوند. لان انت عشان تجيب شويه ميه تغليهم انت محتاج تكسر الهيدروجين بوند. واحد يقول لي طب يا تكسيرها سهل ولا صعب؟ اقول لك اهو، ذا سترينث اوف هيدروجين بوند، جايبها لك برضو من ثانيه ثانوي، ويكر ذان كوفالنت بوند، ويكر ذان، اضعف من الكوفالنت بوند. يعني الكوفالنت بوند اقوى، عامله بالظبط كده زي ما تجيب خشبه قصيره وخشبة طويلة. الخشبة القصيرة لو عملت لك كده هتكسر فيها، هتقعد تكسر فيها بصعوبة، لكن لو خشبة طويلة تك تتكسر. فالراجل اللي جايبها لك اهو، طبعا الكلام ده بره مش عايزه، بره المنهج عشان تبقى انت فاهم، بيقول لك اللينس بتاعها الايه دي اللي هي انجستروم، دي وحدة قياس صغيرة جدا. يعني لو قلنا مثلا ان دي 1 متر دي 3 متر، يا عصاية 1 متر وفي عصاية 3 متر، ال 3 متر سهلة تتكسر. بص يا معلم، البوند سترينس قوة الرابطة، الكوفالنت بوند عشان تتكسر محتاجه 418 كيلو جول بير مول، دي وحده قياس للحراره، وحده قياس لل، يعني كانك بتسخن عشان توصل ل 418 كيلو جول، هنا محتاج كام كيلو جول؟ بس انت خلي بالك محتاج 21 جول، 21 كيلو جول، وهي ضعيفه يا مستر. طب ليه بتاخد وقت عشان توصل ل 100؟ عشان حضرتك عندك نقطه ميه فيها كام جزء؟ كتير. فانت بتجيب ميه تغليها، فلازم تديها
21 جول للهيدروجين بوند الواحده. طب تخيل عندك مثلا سي 1000 جزيء، ال1000 جزيء بينهم هيدروجين بوند كتير، فتاخد وقت كتير عقبال ما تكسر دي وتكسر دي وتكسر دي وتكسر دي ينفصلوا عن بعض. لان انت خلي بالك، هو انت بتغير الميه ازاي من ايس لليكويد للووتر فيبر؟ عارف ازاي؟ فاكر في اعدادي لما كنت بنعمل لك الشكل ده في اعدادي، نقول لك الشكل السبستانس دي سوليد، شكل دي ليكويد، شكل دي جاز، صح؟ ليه؟ انت كنت بتقول لي هنا مستر الاي ام اف اللي هي الانتر موليكولار فورس، القوه التجاذب اللي بينهم قويه. يعني معنى كده ان الجزيئات في الحاله الصلبه قويه وماسكه نفسها، بتيجي تسخن تبعد عن بعضيها فالجزيئات تتكسر شويه عن بعضيها، في الغاز تبعد خالص. ما هو ده اللي بيحصل في الميه، لما تيجي تسخن الميه الليكويد بتبعد عن بعضها تتحول لفيبر، عشان انت كسرت الرابطه اللي بين اللي بتربط الجزيئات، في رابط هنا ربط الجزيئات ببعضها، انت كسرتها بقت ضعيفه، كسرتها اكتر بقت ويك. تعالى افرجك على فيديو كده يفهمك الدنيا ماشيه ازاي. In this video we'll talk about hydrogen bonding and how it takes place and really try to give you a visual picture of what's going on there. So we have a water molecule here. We have the red is oxygen and the white are hydrogens. We have H2, then the oxygen, H2O. When we look at a water molecule, it is a polar molecule. That means that one side has a positive charge and the other has kind of a negative charge. We call it a dipole. In this case, oxygen's more electronegative than the hydrogens. So this is going to be the negative side and this is going to be the positive side. It's polar, it has poles. If we look at the surface of the water molecule, kind of a force field extending around it because of that difference in electronegativity, we have our negative pole up here and our positive pole around here. This gives us this idea that the water molecule kind of has sides to it. That's really important. Let's take a look at how that plays out with just two water molecules. We do that. We have a hydrogen bond here. Next, I'm going to set the temperature. Let's set up. And now this is what we kind of think of as how water molecules are behaving in a sample of water at room temperature. Kind of crazy. They're moving around, they're spinning, and that's just the energy that's in the water there from the heat around. And they do stay together, though. This hydrogen bond, it's breaking and reforming, but it stays consistent and holds them together. Every once in a while, they start to move apart like they might evaporate, but it keeps them together. Remember, hydrogen bonds aren't really that strong. Compared to the oxygen and the hydrogen bond, covalent bond here, a hydrogen bond's pretty weak. Let's take it up to about 800, that's a Bunsen burner. And you can see that when we've done that, there's a look, there they go. They just can't stay together. There's too much energy. Let's take a look at more water molecules though and see what happens. So here's a sample of a bunch of water molecules and I'm gonna put the hydrogen bonds in. And you can see how those hydrogen bonds, they form that network that really holds the water together. If we're thinking of a glass of water, this would be throughout the entire sample. Next, let's give us some energy here. Let's take and put it right about room temperature and see what happens. So there they are. These are our water molecules and they're all kind of holding together. If you look at any one water molecule, you'll see that the hydrogen bonds are breaking and forming, but they do stay kind of attached together. When we think about the properties of water, it's cohesive, there's surface tension, it has a higher boiling point than similar liquids that don't have hydrogen bonding. The hydrogen bonding has a lot to do with how water behaves. Let's heat this up, see what happens. Let's take it up to that 800 degrees again. There we go. And you can see that when we do that, at 800 degrees, water is going to turn to steam. Those hydrogen bonds just aren't strong enough to hold it together, and it spreads out and forms a gas. باشا، الأكسجين اللي فوق مش أعلى إلكترونيجاتيفيتي؟ فحط لك الحتة الزرقاء اللي فوق حطها لك نيجاتيف، والحتة الحمراء اللي تحت حطها لك بوزيتيف، عشان كده سمالك بيقول لك الماء بولر. كلمة بولر يعني قطبية. وكلمة قطبية الماء يعني إيه؟ لما تيجي تقول قطبي الكرة المصرية، أهلي وزمالك، صح؟ قطبي المغناطيس نورث وساوث. يبقى كلمة قطبين معناها اتنين عكس بعض، اتنين عكس. فوق عندك نيجاتيف وتحت عندك، عشان كده بيقول لك في بولاريتي للمية، يعني في ناحية كلها نيجاتيف وناحية كلها بوزيتيف. طيب يا عم أنا راجل فقير وأنت غني، لما نيجي نتصاحب مع بعض في بولاريتي بيننا؟ آه. ليه في بولاريتي؟ في فرق بيننا.
يبقى كلمة بولر بالنسبة للساينس بالنسبة للكيمستري معناها ان في فرق بين الاثنين. الفرق في ايه؟ بيكون في الالكترونيجاتيفيتي وهتعرفها في تانية ثانوي. بس انا دلوقتي عايز الفرق. انت معاك يا عم فاهم، احنا خارجين معاك انت 500 جنيه وانا معايا 50 جنيه، واحد فين والتاني فين، فدي اسمها بولاريتي بيننا. لكن انت معاك 500 وانا معايا 400، هل في فرق بيننا؟ هل في فرق جامد يخليني انا اروح في القطب ده وانت تروح في القطب ده؟ لا، هي دي اسمها البولاريتي. يبقى البولاريتي دي بتيجي نتيجه ان واحد عنده سالبيه كهربائيه عاليه هاي الكترونيجاتيفيتي والتاني عنده لو، فعشان كده اللي فوق بوزيتيف نيجاتيف واللي تحت بوزيتيف، دي اسمها البولاريتي. زي الكره الارضيه نورث بول وساوث بول، هي دي الهيدروجين بوند. طب يا مستر ما ينفعش دي تلزق في دي؟ ينفع، هتلاقيها اتغيرت. بص دلوقتي انت ملاحظ الحركه وملاحظ الهيدروجين بوند، مره من دي مع دي ودي مع دي. يبقى الهيدروجين لازم تبقى بين الاكسجين دي والاكسجين دي. يبقى هنا الاحمر ده يعمل هيدروجين بوند مع البيضه دي، والاحمر ده يعمل هيدروجين بوند مع البيضه دي. المفروض ان انا هعلي درجه الحراره، هعمل انكريز للتمبريتشر عشان اشوف بقى الرابطه اتكسرت وكل واحد يروح لوحده. بص هيدروجين بوند اتكسرت، كل موليكول بقى لوحده بقى فيبر. بس بص بقى كم هيدروجين بوند، كتير، الاخضر كتير، فبالتالي انت عايز تقضي على الاخضر، سخن بقى يا معلم عشان كده توصل ل 100 درجه. يلا هيديها طاقه. بتلاحظ الاخضر مره بيتكون مع الهيدروجين دي ومعنا مع الهيدروجين دي، بريك اند ريفورم، بريك اند ريفورم. سخن بقى يا معلم. بص 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 بتتكسر خلاص، الهيدروجين بوند بتتكسر بالحراره لانها محتاجه 21 كيلو جول، الثانيه محتاجه 400 وي. يلا بص فيبر بقى، من ليكويد بقت فيبر. ايه المحاكاه دي يا شباب؟ الراجل هنا جايب لك ايه؟ ووتر موليكولز، جزيئات من الميه، صح؟ انا هقول له معلش وريني كده الشارج بتاعتها وهقول له بلاي. شاف الدوتد لاين ده؟ هو ده الهيدروجين بوند. بص انا عايز ايه؟ سلو داون. بص هيبطئها لي عشان يوريني الهيدروجين بوند بتتكون ازاي. شايف شايف ايه ده؟ يعني الجزيء ممكن يكون كذا هيدروجين بوند، 4 هيدروجين بوند. مش عايز سلو موشن، انا عايز بقى ازود درجه الحراره. بزود هنا درجه الحراره اهو. ايه ده؟ بص 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 الحركه بقت كتيره. لو زودت اكتر الهيدروجين بوند فما تتكسر يبقى فيبر. طب نقلل درجه الحراره، كولينج. كولينج وخليها سلو موشن. بص بقى لما يحصل كول بس ما خلاص كولينج بقى، الحركه تبقى قليله، يمسكوا في بعض. فيها مشكله؟ تعال انا هسحب ايه هنا؟ هسحب اكسجين. الاوتر موست انرجي ليفل كام؟ 1 2 3 4 5 6. واسحب هيدروجينه، واسحب هيدروجينه عشان اعمل H2O. حد عنده مشكله؟ اهو اقرب الهيدروجين دي من دي، اقرب الهيدروجين دي من دي. بص 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 لو بعدتها بص الالكترونات، بس لما اجي اقربها هنا اهو بقى 1 2 3 4 5 6 7 8، ده شكل نيتروجين. النيتروجين كام يا شباب؟ دي بره المنهج بقى. مش النيتروجين 7 توزيعته 2 5 محتاج كام؟ يعني لازم اجيب له كام هيدروجينه؟ ادي كده 1 كده 2 كده 3 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى ده اللي اسمه NH3 وده اسمه H2O. ايه ده يعني ال NH3 ولما يكون NH3 في بينهم هيدروجين بوند؟ دي موجوده في الكتاب زي ما هي كده اهي. هينزل على بعض علوم متكامله. انا باخد لك الجزء بتاع الكيمستري تمام، واخليك تربطه كمان بالحاجات دي. انا مش هسيبك يعني، مش هديك الكيمياء بس فاهم وفي الاخر اقول لك الكلام ده، لا اخليك تربطه. بس هتربطه وانت فاهم ولا اربطه وانا بربطه كده ومش فاهم؟ هنا جايب لك ايه؟ عرفت السنجل كوفيلنت، عرفت البارشل بوزيتيف والبارشل نيجاتيف، عرفت يعني ايه الكترونيجاتيفيتي تمام، عرفت ان الزاويه بينهم 104. اعرفها ليه جت 104؟ ليه الشكل ده؟ ليه ما جتش كده؟ يعني ليه الميه ما فيش هنا وهنا؟ ليه عملت كده؟ اقولها لك سريعا وسهله وتاخدها في ثانيه بقى. بص بتوسع جدا جدا جدا، هي مش عليك السنه دي، انت عليك زاويتها كام؟ 104.5. بس انا عايز ادرك ليه 104.5 وليه الشكل ده؟ ايه الشكل ده يا باشا؟ والله يا مستر يعني انا اللي اعرفه ان ادي اكسجينه وادي هنا اتش وادي هنا اتش. ليه من اعدادي انتوا تقولوا لنا لا يا جماعه ادي الاكسجين وادي اتش هنا واتش هنا؟ ده اسمه ايه؟ ده لينير. لينير يعني خط مستقيم. في ثانيه سنه وتاخد الكلام ده، لينير يعني خط، لكن ده اسمه زاوي، انجولار، جايه بزاويه. جايه بايه؟ طب ايه اللي خلاها جايه بزاويه؟ نتيجه ان انا لسه من شويه قايل لك الاكسجين ارتبط بكام الكترون؟ واحد، ودفع واحد هنا. اتبقى كام حواليه ما ارتبطوش؟ اربعه، مش هو كان في الاخر عنده سته؟ دفع واحد للهيدروجينه دي، واحد للهيدروجينه دي، اتبقى كام من السته؟ اربعه.
يترصوا فين الاربعه؟ يترصوا لي هنا كده، فاحنا بنعملهم لك كشكل ودان عشان تبقى عارف ان دول اسمهم فري الكترون. اسمهم ايه؟ تخيل بقى انت لو انا جيت عملت كده وقلت لهم معلش يا جماعه يعني انا هضايقكم يا فري الكترون، احط الرابطه دي هنا والرابطه دي هنا، ينفع اتنين فري مش متجوزين اجيب واحد ومراته قريبين منه؟ هيبقى في غيره، في غيره وفي ريبالشن فورس تنافر، عشان دي الكترونات يا معلم. الالكترونات الفري متغاظه من الالكترونات البوندد. تاني يبقى انا هنا ايه اللي خلى الشكل ده يبقى انجولر؟ عشان انا يا باشا المفروض لو ماسك هيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا، في اربع الكترونات فوق راسي اتنين واتنين، هيحصل بينهم ايه؟ ريبالشن. بص 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 هنا كده الريبالشن قل، ما بقاش حد بيضايق حد. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انا لو كنت خليت البوند كده لينير كان الالكترونين الفري اللي هنا والالكترونين احنا بنقول عليهم ايه؟ بير، بنوعين بير. يبقى انت عندك كام بير هنا؟ 2 بير اوف فري الكترون. هيتغاظ جدا. ايه ده؟ ازاي الالكترون ده مرتبط والالكترون ده مرتبط؟ احنا نفضل نضايقهم. نضايقهم ازاي؟ نعمل ريبالشن فورس. يلا دي بعيدا من هنا. لحد انا لو ماشي مع خطيبتي وعن ناصية في شباب هاخدها وابعد. ليه؟ مش عايز حد يعكسها. كذلك الامر البوند ديت ده بيضايقها والبوند دي ده بيضايقها. بدايه ايه؟ زقها. اهو انا كنت كده وفي اتنين فوق راسي، اللي بيحصل ابعد علشان اقلل للريبالشن فورس. ما تقعدوش جنب بعض تاني عشان انتوا بتضايقوا بعض. تعالى اقعد انت هنا وانت هنا. عملت ايه؟ بعدتكم عن بعض عشان ما يحصلش بينكم تنافر. هو ده اللي خلى شكل الميه انجولر. مش مطالب بيها في المنهج، بس انت مطالب بيها ان انا راجل صايع في الكيمستري. يبقى ابص على شكل الميه عرفت كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى شكل الميه انجولر ليه؟ بسبب وجود الفري الكترون فوق يا مستر. طب لو ما كانش فيه خلاص هعمل كده صح؟ ما لو خلينا نعمل كده يبقى ده قريب من ده، ايدي دي قريبه من ايدي دي. لا خليها 180 درجه بعض عن بعض، وده اللي هتاخده في تاني. يبقى انا لازم الشكل الفراغي بتاع الميه او الشكل الفراغي اللي بيسموه ستير ستراكشر بتاع اي مركب لازم يدي استقرار، لازم يدي استقرار استابيليتي. طب وانا هستقر امتى؟ لما العيال في الشارع ما تخلقوش مع بعض، لما الالكترونات دي ما تتخلقش مع الالكترونات دي. ليه؟ دول فري، دول بوند اتجوزوا خلاص، دول بقى لسه صيع. فيعملوا ايه؟ هيفضلوا عكسوا البوند دي. لا يا باشا انا ابعد عن البوند، ابعد عن البوند، ابعد 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 عشان اقلل الريبالشن فورس. يبقى بدل ما هنا كانوا قريبين، لا لما تنزل هنا وتنزل هنا بص المسافه بعدت اهو بالازرق. لو كانت المسافه هنا البوند دي لكن كده بعدوا. بس ده الشكل الفراغي للميه، لازم افهمه لك جت منين. مش اقول لك 104 ونص وخلاص، هو ده الشكل الفراغي، لازم ده يبعد عن ده. فهمناها؟ يبقى الشكل الفراغي للميه انجولر، الزاويه 104 ونص ده ليك انت عشان فيه فري الكترون. الالكترونات الحره مسؤوله عن الستيرو ستراكشر بتاع الووتر. لازم يبقى شكل زاوي، لازم تبعد عن الالكترونات الحره. انت عرفت يعني ايه سلبيه؟ بس يبقى هو ممكن يجيب لك كلام في الكتاب انت مش مشروح، كلام مش مشروع انا عايز اشرحه، فانت فهمت الرسمه دي رسمه ايه؟ دي الهيدروجين بوند اللي احنا لسه واخدينها، بس هو في الكتاب مش شارح لك الكلام ده، الورق ده اتذاكر منه. في اللي بره المنهج كاتب لك بره المنهج واللي جوه المنهج زي ما هو. الجزئيه دي، جزئيه زي دي جايبها لك في الكتاب زي ما هي كده، وطبعا لو الكتاب مبكسل مش انا اللي مبكسل. اتش 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 فري الكترون زوجين، فري الكترون زوجين. ايه ده؟ ده شبه بعض في كل حاجه. الراجل قال لك ايه بقى؟ البويلنج بوينت بتاعت ال H2S نيجاتيف 61. ايه ده؟ 61 تحت الصفر؟ بتغلي عند 61 تحت الصفر؟ الميه. ايه الاختلاف؟ ايه الاختلاف؟ اقول لك ايه الاختلاف؟ اتنين هيدروجين ماشيين مع اكسجين راجل عندها ايه؟ سلبيه كهربائيه عاليه، صح؟ فبيتكون هنا ايه؟ صح. الاس، لا والله الهيدروجين ماشي مع الاس، والاس السلبيه الكهربائيه بتاعته ايه؟ ضعيفه. ايه؟ ضعيفه. طب ما طالما ضعيفه هتكون هيدروجين بوند، تغلي بقى في اي ما تغلي. نور ماشي معايا، محدش اللي يكلمه. لو ماشي مع حد من اصحابك هتلاقي الناس اتلموا عليك ضربوك. ليه؟ مع ان هو نفس الشخص نفس نور. باشا ماشي معايا انا اعلى سلبيه كهربائيه واخده ناحيتي، محدش يقدر يشده مني، محدش يقدر يشد الهيدروجين مني. ده كمان لما تيجي اصلا جزيء ميه تاني احنا الاثنين شادين بعض بالهيدروجين بوند، سخنا عشان تكسرنا هنا، مفيش هيدروجين بوند بينهم صح. بتعتمد على الذره اللي هي عندها هاي الكترونيجاتيفيتي. يبقى هنا الاكسجين اعلى. ورغم ذلك بيقول لك ايه؟ لما تيجي حضرتك بتشوف الوزن، في الوزن الهيدروجين بواحد والسلفر ب 32. اقول لك الوزن ده جه منين؟
فاكر انت الاكسجين كنا بنقول 8-16 اتوميك نمبر وماس نمبر صح؟ يبقى ال- 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 الاكسجين بكام؟ 16. طب انت لما يكون عندك H2O الاكسجين دي ب 16 والهيدروجين بواحد وانت عندك 2 هيدروجين يبقى كام؟ كل ده كام؟ 18. ايه كل ده 18 جرام؟ اه. عارف ال H2S بكام جرام؟ لما تيجي تغلي 18 جرام تاخد وقت اكتر من 34. ازاي يا جدعان فهموني؟ عشان السلبيه الكهربائيه. يبقى هي مش بالحجم مش بالكتله، هي مش بالكتله، بالتماسك، التماسك اللي هو الهيدروجين بوند. هو انا جايبها لك كده، ولو قريتها هيقول لك ان الميه بتغلي عند 100 لكن ال H2S بيغلي عند 61، مع ان ده اتقل من ده في الماس. انا عشان افهمها لك رحت جايبها لك من سنه ثانيه يا باشا، ثانيه ثانوي في نفس الجزئيه دي اهو. بيقول لك المولر ماس 34 بتاع ال H2S. هتعرفها منين؟ هتعرفها برضو لما نيجي هقول لك تجيب الماس ازاي. اهو ال H بتساوي 1 وال S بيساوي 32، ال O بيساوي 16. شيل كل حاجه وحط رقمها اهو. H2S 2 في 1 ب 2 زائد ال S 32 يبقى كله طلع كام؟ 34. وال O 18 اهو، ال O 18 وال H ال H2O 18 وال H2S 34. يبقى المفروض لما تيجي تغلي ال 34 جرام ياخدوا ايه؟ وقت كتير صح؟ لا يا باشا، نيجاتيف 61. ال 18 دي يا مستر دي بسرعه تغلي، لا دي بتاخد فتره لغايه لما توصل 100. ليه؟ علشان بين جزيئات الميه هيدروجين بوند. بين جزيئات الميه ايه؟ بس. يبقى ال H2S نفس ال H2O بس بيختلفوا فيه ال S وال O. ال O اعلى الكترونيجاتيفيتي وال S اقل الكترونيجاتيفيتي. يبقى هنا يا جماعه درجه الغليان مش مسؤول عن الماس، المسؤول عن درجه الغليان مين؟ الهيدروجين بوند. يبقى انا كده فهمت الهيدروجين بوند ده كل ده كلام، كل ده كلام عشان تفهم. اتفقنا؟ دي بقى الحته الاخيره بتاعت البي اتش اللي ممكن اقول لكم المره الجايه عشان ما اشغلش دماغك. حضرتك هتذاكر لي الكلام ده كده بالورقه والقلم، بتفهم الميه، بتفهم السنجل، بتفهم الدبل، بتفهم التريبل، بتفهم الكوفيلنت بوند جت ازاي، بتفهم الالكترونيجاتيفيتي، علشان ده هو ده اللي هيفهمك الارتباط بالمواد الثانيه. مش جزء الكيمستري وخلاص، لا الكيمستري هنربطه بالمواد الثانيه وبالفروع الثانيه، بس تكون انت فاهم الجزئيات دي بالتفصيل. انت مش مطالب تحفظ الكلام ده. اتفقنا؟